أهلا بكم إلى نشرة الأخبار المحلية. تفقد أمين عام المجلس المحلي في محافظة لحج عوض بن عوض الصلاحي برفقة مدراء عموم مديريات يافع طريق معربان يهر السعدي رصد باتيس أبيان التي تربط بين محافظة لحج ومحافظة أبيان مرورا بمديريات يافع. وفي الزيارة اطلع أمين عام المجلس المحلي ومدراء المديريات على سير العمل في المشروع الذي يشق بدعم من رجال المال والأعمال والأهالي، ووعد